بحضراتكم أعزائي المشاهدين في أولى حلقات أكسجين وزرامي، خطوة جديدة للجالية الشرق أوسطية والعربية وانتشار أكبر على قنوات أومني روجرز تي في. وعشان كده هناخد رأي الجالية في بعض الأمور المهمة زي دخول المدارس، مين اختار أونلاين وليه، ومين اختار إن كلاس وليه، وأيضا لقاء مهم جدا مع وزير القوى العاملة في أونتاريو مينستر مونتي ماكنوتن، واسئله بتخص صميم حياتنا، الناس اللي مش لاقيه وظايف وخصوصا النيو جراديوتس والنيو كامرز، ايضا امتحانات المعادله اللي من الصعب جدا المرور منها وكيفيه تعديل النظام عشان يبقى مناسب للكل. هنسال على كوفيد 19 والويف الثانيه وتاثيرها على سوق العمل وتغييرات سوق العمل في ظل working from home او العمل من المنزل. تابعونا في اولى هذه الحلقات و فلنبدأ بدءا حسنا. اهلا بحضراتكم مره تانية، وسلام وطمانينه وهدوء وسعاده لكل مشاهدي اكسجين وزرامي في اولى حلقاته. عايز اتكلم على اكسجين توك شو، كنا ابتدينا على منصه السوشيال ميديا والفيسبوك، والحقيقه كنا الهدف بتاعنا من داي 1 ان احنا نخدم الجاليه العربيه، ودلوقتي اكسجين وزرامي كبر وبقى على منصه اكبر قنوات اومني وروجرز تي في، وده معناها هيكون خدمات اكتر للجاليه، وده يوم مهم مش بس للبرنامج وللجاليه العربيه بتاعتنا، لان احنا عايزين نكون انعكاس لارائكم واهتماماتكم وهمومكم ومشاكلكم، بحيث ان احنا نقدر فعلا نفيد الناس مش مجرد بنكبر وخلاص. اهم حاجه والهدف الاساسي ان احنا نخدم الناس، وزي ما كنا ابتدينا هنكمل بس على منصات اكتر. ويا ريت حضراتكم تتواصلوا معايا عن طريق الايميل او عن طريق السوشيال ميديا، واللي عنده اي مشاكل حقيقي احنا مستعدين كلنا ان احنا نوصلها للمسؤولين ونحاول في حلها، لان ده الهدف الاساسي. جزء تاني لازم كنت احطه هدف واضح للبرنامج بتاعي. انا من الاعلام، من اكتر بشتغل في الاعلام اكتر من 25 سنه، والحقيقه فوجئت بان الاعلام العربي بتاعنا الحقيقه مش بيعكس قدر وثقافه المجتمع العربي الثري جدا اللي مليان نوبل ومليان جوائز عالميه ومليان اشياء كثيره مفروض نفتخر بيها ونهتم بيها ترفع من الجاليات بتاعتنا. الحقيقه الاعلام بيعكس بعض الامور اللي هي مش بتعكس رقينا. جزء هركز عليه النهاردة جدا، ازاي اني اقدم محتوى مستنير مع ناس يدونا امل، يدونا الهام، يدونا قوة للنجاح، وخصوصا في الغربة اللي احنا في محظوظين جدا ان احنا في كندا جميلة الجميلات، بلد بتدي طريق لكل مجتهد. وعشان كده احنا عايزين نشوف المنارات اللي بتنور من الناس الناجحة والايقونات الناجحة ونحطها، واوعدكم ان يكون اغلب المحتوى محتوى يدينا أمل، يدينا رجاء، يدينا قدرة على مواجهة الحياة بأفكار تنور حياتنا. وهنقول للظلمة ظلمة وهنقول للنور نور، مش هنجامل، لأن احنا ما عندناش غير حياة واحدة. أتمنى إن البرنامج
هنا يكون منصة تخدمكم، ينور الأفكار. وعشان كده إحنا سميناه أكسجين، زي ما بتنور الشمعة بالأكسجين، زي ما الأفكار اللي بنحطها لحضراتكم علشان تدي نجاح وتدي انتصار، والجالية بتاعتنا تبقى من نجاح لنجاح. حقيقي نفسي جدا إن إحنا نوصل للهدف ده. برضو مش هننسى تغطيات المحلية والأخبار وأخبار الجالية وأخبار بلادنا في الشرق الأوسط والأخبار العالمية. هنجيب المصادر بتاعتنا، من هنجيب الخبر من المصدر بتاعنا، عشان ندي لحضراتكم خدمة أيضا إخبارية متميزة جدا، ومش مش هنتنازل عن إن تكون الأخبار من مصادرها، زي ما كنا عملنا قبل كده في أكسجين توك شو. يا ريت تتابعوني على وسائل التواصل الاجتماعي، سواء الفيسبوك أكسجين توك شو أو تويتر أو انستجرام، وبالتالي إن شاء الله هيكون على تواصل ونكون عند حسن ظنكم، ونبتدي أول اللقاءات بتاعتنا وأول فقراتنا في هذا اليوم. هنبتدي أولى فقراتنا على شيء مهم جدا واجهوه أولياء الأمور في دخول المدارس. نروح أونلاين ونحمي أولادنا من الكوفيد 19 ومن احتمالية الويف الثانية، ولا ندي تعليم بكواليتي أقوى ونخش المدرسة بس برضو في مخاطرة؟ الحقيقة أنا حبيت أني أعرف رأي أولياء الأمور، فسألت بعض أولياء الأمور من الجالية العربية رأيهم إيه في الموضوع ده. علشان المدارس فيها عدد كبير من الطلاب، وأنا ما أريد أولادي يكونون تجربة في هذه البداية، وبعدين بداية المدارس راح تكون هي موسم عدد كثير من الأمراض، مو بس الكوفيد. فأنا أريد أعرف شلون هم راح يفرقون بين الكوفيد وبين أذر إنفلونزا، وكيف راح يكون الطفل إذا الطفل من أطفال انصاب، كيف راح يكون وضع الصف بالمدرسة؟ زين هم أكو عندهم كل طلاب يوصل صفوف توصل إلى 30 وصفوف 26، هذا بالنسبة لابني جريد 5. بالنسبة اللي ابني الاس كي، هذول اطفال صغار بيفهمون عقم ايدك وغسل ايدك وانتبه وشون كيف راح يمنعون الاختلاط بيناتهم، يعني so it's not worth it الريسك. انا عندي اختين، واحدة في جريد 12 وواحدة في جريد 9. انا صراحة يعني احنا في العيلة رافضين حكاية العودة للمدارس، وقررنا انهم يلتزموا بالبيت، يلتزموا مدارس اونلاين، والكلام ده لأكتر من سبب. يعني أول سبب إن إحنا خايفين، أو أول نقطة إحنا خايفين يعني من عدد الفصول. لما بيكون في فاصل حوالي فيه 30 طالب أو 20 حتى طالب، كل ده بيختلط مع بعض وكلهم هيختلطوا. تقول لي أنت مثلا إنهم يكون في مساحات مخصصة إن كل طالب لوحده، الكلام ده ما بيحصلش في الواقع، فمتوقعش من طلبة إنهم يعملوا اللي الأدولت ذات نفسهم مش عارفين. يعني الأعداد في الفصل كبيرة جدا، والاستاذه قالت في عندها اس كي، يعني الاس كي ما يروح عمر الجي كي والاس كي عمر، يعني انا بدرس في المرحله دي، وي كانت كنترول ذير اكشنز، ما نقدرش نتحكم في تصرفاتهم. مش هتقدر تقول للولد اللي عايز يجي يعني يجي جنبك تقول له لا سوشيال ديستانس. الحاجات دي احنا اصلا كنا بنعلمهم الامباثي، ان هم تو كايند تو ايتش اذر. ناو وي هاف تو ستوب ذم تو بي كايند تو ايتش اذر اند سيبريت فروم ايتش اذر. فور زي ما فورد قال، احنا نعمل نقعد ولادنا لغايه ما الدنيا التعليم كده كده هنحصل عليه. وانا اخترت ان هم يروحوا المدرسه. الديستنس ليرنينج بالنسبه لي كان عبء شديد جدا عليا انا ومراتي، ان احنا تقريبا مسؤولين تماما عن كل حاجه. المدرسين يعني بيقابلوهم مره او مرتين في الاسبوع بكتير، وبيدونا واجبات كتير جدا 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 جدا. طبعا مع الشغل بيبقى الموضوع صعب قوي ان احنا اللي نذاكر لهم ونحل معاهم الواجبات، زائد ان الاولاد طبعا تعبوا جدا جدا من الحبسه في البيت، ان هم طول الوقت لوكد ما بيشوفوش حد، وطبعا زهقانين ومخنوقين، وطبعا ده بيأثر على شخصيتهم. يعني ما فيش حاجه يعني تلزمهم ان هم يذاكروا او يقعدوا قدام التلفزيون، قدامهم الالعاب، قدام حاجه عشان اقعدهم، دي تبقى مشكله كبيره قوي. غير لما بيبقوا في المدرسه بيبقوا خلاص هم في المدرسه، ده مكان للتعليم. كل التخوف بتاعي ان ما بقاش في ميجرز كفايه ان هم تحمي الاولاد. والله انا فكرت فيها، هم الاولاد نفسيا محتاجين ان هم يرجعوا للسوشيال لايف تاني،
وموضوع الاونلاين بالنسبه لنا ما كانش مجدي قوي بصراحه، حتى يعني التقديرات والحاجات دي كانت بناء على جزء اللي هم حضروه في المدرسه، فحاسه حسينا التعب اللي احنا تعبناه معاهم حتى ما كانش ذات قيمه قوي. كان صعب قوي علينا موضوع الاونلاين وخصوصا السن الصغير. انا شايفه ان هم يرجعوا المدرسه وناخد المجازفه نفسيا، هم مضطرين علشان مصلحتهم يعني نشوف هناخد التجربه ونشوف النتيجه هتكون ايه. والله انا معتمد الاعتماد الاكبر بصراحه على الاساتذه في المدرسه، لان طبعا انا عندي ابن صغير سنه صغير لسه داخل جريد 1، فانا مهما قلت له مهما فهمته هو مش هيقدر برده تفولو الانستراكشنز قوي اللي انا هكون بقولها له. انا اتكلمت معاهم الاثنين طبعا، بس المدرسه هيبقى عليها العامل الاكبر خصوصا السن الصغير. زي ما حضراتكم سمعتوا اراء الاولياء الامور، في منهم عايزين ان كلاس وبيقولوا ليه، وفي منهم عايزين الاونلاين وعايزين بيقولوا ليه برضو. في الحقيقه اراء مشروعه وفي نفس الوقت حيره مشروعه، السيستم غريب مش متعودين عليه، ولكن اللي توقعته لانه احسن من السبرينج اللي فات. طيب استعدادات المدارس ايه بعد ما دخلت؟ هنسال مديره احدى المدارس الخاصه في ميسيساغا الاستاذه فيبي وصفي، هتقول على الاستعدادات اللي عملتها علشان تخلي الان كلاس تجربه كويسه وفي نفس الوقت رايها في الاونلاين ليرنينج. تعالوا نشوف هي قالت. اعزائي المشاهدين، والان معنا لقاء مع الاستاذه فيبي وصفي مديره احدى المدارس الخاصه بميسيساغا. اهلا بيكي فيبي. اهلا رامي، ازيك؟ الحقيقه احنا عندنا يعني سؤال مهم جدا، ما هو استعدادات المدارس لمواجهه الطلبه مع طبعا جائحه الكورونا فيروس، وايه استعداداتك في المدرسه والاستعدادات اللي مديها الوزاره؟ طبعا الاستعدادات دي كلها جايلنا من كذا جهه السنه دي، جايلنا من وزاره التربيه والتعليم هنا في اونتاريو، جايلنا من وزاره الصحه، وجايلنا من مستشفى سيك تشيلدرن. اول حاجه عدد الطلبه في الفصل مش عايزين عن 15 طالب، ودي حاجه كمدرسه خاصه احنا بنتحكم فيها، لان ده العدد يعني حوالي العدد الطبيعي اللي احنا بنبقى فيه. الحاجه الثانيه قررنا اخذنا قرار صعب شويه ان احنا هنلغي اتوبيسات المدرسه. مع ان الاتوبيسات عندنا دي بتبقى حاجه مهمه قوي لاولياء الامور، لكن علشان نقدر نحافظ على قد ما نقدر على الولاد هنلغي الاتوبيسات لاول فتره من السنه الدراسيه لحد ما ناخد مور انستراكشنز اون واتس نيكست. بالنسبه للسانيتايزيشن، طبعا في سانيتايزيشن ستيشنز في كل على كل فصل. الماسكس هتتلبس من جريد 4 تو 12، المدرسين هيلبسوا face shields and masks، بس الماسكس هتبقى clear لان الولاد لازم يشوفوا المدرس وهو بيتكلم. يعني قررنا برضك هنطلع الولاد مجموعات بره الصبحيه وهم داخلين المدرسه، هيبقى المجموعات داخله من بيبان مختلفه في المبنى، هيبقى في مدرسين واقفين بيعملوا التشيك على درجه الحراره، الاسئله بتاعت السكريننج. لو اي تلميذ هيوري اي سيمتومز او اي مدرس لازم هيتبلغ في وزاره الهيلث، لازم يتبلغ لهم، وفي نفس الوقت هيروحوا البيت لحد ما يتعمل التست. ليد مي للسكند كويستشن، يعني ايه رايك في الاونلاين ولا ان كلاس؟ ومعلش انا عارف السؤال كمان بيتضمن يعني الكواليتي بتاعت الاونلاين. فموضوع الاونلاين ده حسب المدرسه، حسب الادمنستريشن، حسب المدرس بتاع المدرسه، وحسب ابنك او بنتك. ما هو ممكن ولد يعرف يعمل ستراكشر لنفسه ويقعد قدام الكمبيوتر ويذاكر ويخلص شغله، وفي ناس تانية بيشت داون مش هيقدروا يعملوا الحكاية دي. طريقة التعليم ذات نفسه هنا في أونتاريو بيتطلب إن الطالب يبقى في انتراكشن ما بينه وما بين طلاب تانية. لما طفل بيسأل سؤال في الفصل، السؤال ده بيعلم الطالب اللي جنبه حاجة وبيخلي الطالب التاني يرد عليه، بيعمل طريقة التفكير، بيفورم طريقة التفكير بتاع الطالب اللي هو في السن الصغير اللي هما الديفلوبمنت. عشان كده موضوع الاونلاين فور يونج ايج، انا كاديوكيتور ما برحبش بالاي، لكن طبعا الحكومه في ظل الظروف اللي احنا فيها وكورونا فاتحه الاوبشن للبيرنتس، لكن البيرنت نيدز تو لوك ات ذا فول بيكتشر. واي هايلي ريكومند ان هم
يقروا الميديكال دوكيومنتيشنز اللي طالعه من مستشفى سيك تشيلدرن. As long as المدرسة أخذ البركاشنز. السؤال يا رامي، ما احنا دلوقتي ابتديت لما بتروح أي محلات بتشوف أطفال. تمام. الرستورانات فتحت، دور العبادة فتح، الفرق الرياضية فتحت بالظبط، فاشمعنى ده هيبقى كويس وجوه الفصل بتاع المدرسة مش هيبقى كويس؟ أنا الأستاذة فيبي وصفي على المجهودات اللي بتتعمل عشان أولادنا يكونوا آمنين في المدرسة، ونتمنى أن الشتاء ده يمر بسلام عليهم جميعا. اللقاء الجاي، اللقاء الجاي ده مهم جدا وحصري لأكسجين وزرامي مع وزير القوى العاملة لأونتاريو مينستر مونتي ماكنوتن. خدنا منه معلومات مهمة جدا على المنحة اللي هتديها حكومة أونتاريو للي عايز يبتدي مشروع أو عايز يشتري أدوات أو تولز علشان يبتدي مشروع في الصيانة زي السباكة والكهرباء والحاجات اللي هي بتبقى ليها دعوة بالأعمال اليدوية دي. أيضا هنسأله على سوق العمل اللي ما بقاش يستوعب المهاجرين الجدد والخريجين من الجامعات، ازاي نحسن من هذا الموضوع، ازاي يلاقوا شغل. ايضا هنسأله على موضوع المعادلة وامتحانات المعادلة للمهاجرين اللي جايين من دراسات طبية زي الدكاترة والصيادلة والمهندسين. الحقيقة سألناه ان المشكلة دي بتقابل الناس كتيرة. اسئلة طبعا على تغيير خريطة اماكن العمل working from home على حسب الاحصائيات هتزداد جدا وتأثيرها على العمل، واسئلة كتيرة في اللقاء حصري مع مينستر مونتي ماكنوتن. تابعوا اللقاء. مرحبا بالسيد مونتي ماكنوتن وزير القوى العاملة والتدريب وتنمية المهارات بأونتاريو. أشكرك يا رامي على استضافتي في برنامجك الليلة. سؤالي الأول لك سيد ماكنوتن عن التوظيف. كثير من شباب خريج الجامعات والمهاجرين الجدد يجدون صعوبة في إيجاد وظائف في ظل ظروف الكوفيد 19. ما هي خطة وزارة القوى العاملة لتوفير العمل لهؤلاء؟ هذا سؤال جيد جدا يا رامي. فيروس الكورونا أثر على الاقتصاد كما أثر على نواحي كثيرة في الحياة. لقد فقدنا أكثر من 1.2 مليون وظيفة في أول شهرين من الكوفيد 19. لحسن الحظ تم استرجاع أكثر من نصف هذه الوظائف المفقودة. في الوزارة نعمل جاهدين كل يوم على أن العمال عندهم المهارات الكافية لإيجاد وظائف في الحاضر وفي المستقبل. قبل جائحة كورونا كان يوجد في أونتاريو وحدها 200,000 وظيفة شاغرة يوميا. الأكثرية من هذه الوظائف كانت في الأعمال الحرفية، وأنا كوزير أطبق خطة حكومة السيد فورد علي إيجاد عمال لهذه الأعمال الحرفية، وأعتقد أن المهاجرين سوف يلعبون دورا هاما في هذه الوظائف. فأنا أيضا المسؤول عن برنامج أونتاريو للمهاجرين، ونحن نعمل كل يوم جاهدين في أونتاريو على توافق هؤلاء العمال في إيجاد الوظائف الموجودة في السوق حاليا. فذلك هي مهمتي ومهمة حكومتي الرئيسية. السؤال التالي السيد ماكنوتن عن المنحة المقدمة من حكومة أونتاريو للعمال، والتي تقدم 2.5 مليون في سنة 2020 و7.5 مليون في سنة 2021. وسؤالي كيف تعمل هذه المنحة وكيف يحصل عليها العمال؟ في الحقيقة يا رامي هذه هي جزء من مهمتنا لتشجيع الأعمال الحرفية داخل أونتاريو، فهي تعتمد على محورين. أولا يتم العفو عن أي قروض متأخرة للمتدربين، وبعد ذلك نتحول إلى منحة العدد. فعلى سبيل المثال إذا كنت أنت من عمال البناء سوف تحصل على $600 للتدريب وشراء عدد.
نحن على علم أن واحد من ثلاثة أشخاص في أونتاريو فوق 55 عام، ونحن نعلم أيضا أن في السنوات القادمة واحدة من كل 5 وظائف تتاح في أونتاريو سوف تكون للأعمال الحرفية، وسوف أتجول عبر أونتاريو لإزالة وصمة العار عن الأعمال الحرفية. سوف أخبر أولياء الأمور والمعلمين والطلاب، فيوجد الكثير من الميزات إذا كنت تعمل كهربائيا أو نجارا كما يحصل المدرس والمحامي، وهذا الجزء الأول في إنهاء وصمة العار. ثانيا يجب تبسيط عملية التدريب، وأخيرا والتي لم تعلن بعد، فسوف يتم تشجيع الأعمال لتعيين المتدربين. ومرة أخرى نؤكد على أن الكنديين الجدد الذين يسهمون في بناء هذه المقاطعة وبناء بلادنا. سيد مكنوتن، كيف يتم التقديم على معونة العدد في أونتاريو؟ سوف يجدون تفاصيل كثيرة عن منحة العدد وعن الأعمال الحرفية على الويب سايت ontario.ca/covid. سؤال القادم السيد مكنوتن على أماكن العمل، فالإحصائيات تشير إلى زيادة الاتجاه للعمل من المنزل، فهل هذا يضر أم يفيد الاقتصاد الكندي وما توقعاتك في المستقبل؟ عزيزي رامي، فيروس الكورونا عجل بتغيير أشياء كثيرة حولنا. نحن نجري هذه المقابلة التلفزيونية عبر تطبيق زوم، ومنذ بداية الجائحة أجري معظم مقابلاتي افتراضيا، ولكن شكرا لأن معظم الأعمال ابتدأت تفتح تدريجيا وعدد المقابلات الشخصية تدريجيا، ولكن حتما سوف يكون تغييرا جذريا في الاقتصاد وقطاع الأعمال ليهتم بتعجيل التكنولوجيا، وأأمل أن الحكومة أيضا تهتم بهذا الأمر. ولكن هذا هيكون له جانب إيجابي، فمثلا على العائلات، فالأب والأم الذين يعملون من المنزل فسوف يبقون مع أولادهم، وبالتالي هذه ميزة كبيرة. أعتقد أن هذه ميزات إيجابية لعمال هذه المقاطعة. سؤالي القادم عن امتحانات المعادلة للمهاجرين الجدد، فالكثير من المهاجرين يفشلوا في المرور من امتحانات المعادلة، وبالأخص من الدارسين في مجال الطب والصيدلة والهندسة، فكثيرا ما يشكون من صعوبة الامتحانات وصعوبة طريقة التعليم، ويعتقدون أيضا أن الحكومة لها يد في خفض نسب النجاح لأن سوق العمل لا يستطيع أن يستوعبهم، وهذا يرفع من نسب البطالة. فما رأي سيادتكم في هذا الموضوع؟ بالطبع يجب تحسين هذا النظام، فأنا كوزير للقوى العاملة من أولى اهتماماتي هو التعرف على الشهادات الأجنبية، فهذه أولوية لحكومة السيد فورد للتعرف على المهارات التي تأتي إلى المقاطعة. نحن نعمل جاهدين كل يوم، ولكن تعطلنا بعض الشيء بسبب فيروس الكورونا، ولكن الآن رجعنا تماما لنعجل بعملية التعرف على الشهادات ونملأ الوظائف الشاغرة داخل المقاطعة. وكما ذكرت في الأيام التي تسبق الكورونا قد أعلنت عن من 2000 إلى 4000 وظيفة شاغرة يوميا يجب إشغالها داخل المقاطعة، وهذا يكلف الاقتصاد أكثر من 24 مليار دولار سنويا، ولذلك سوف نعجل بالاعتراف بهذه الشهادات، وهذه هي مهمتي إشغال هذه الوظائف الشاغرة. وفي كثير من الأحيان الكنديين الجدد أو المهاجرين قادرون بخبراتهم ومهاراتهم لإشغال هذه الوظائف، وهذا الذي يجعل أونتاريو وبلادنا أكثر قوة ورخاء. سيد مكنوتن، هل توجد أي مباحثات مع المجالس المشرفة على امتحانات المعادلة؟ لأن في الحقيقة كثير من المهاجرين يشعرون بإحباط كبير بعد نجاحهم في بلادهم، يأتون إلى كندا ولا يجدون النجاح، فهل يوجد أي نوع من التفاوض حول طريقة الامتحان أو التعليم؟ دعني رامي أقول لك أن هذا بالحقيقة فشل كبير، وبالأخص في 15 سنة الماضية تحت قيادة الحاكمة السابقة لأونتاريو كاثلين وين، ولكن نحن سوف نغير ذلك، فمهمتنا الأولى هو موائمة المهارات مع الوظائف الموجودة، وهذا شيء أساسي للنهوض الاقتصادي لهذه المقاطعة.
في الحقيقة سمعنا عن قصص كثيرة عن أطباء وأطباء أسنان ومهن أخرى كانوا يعملون بنجاح في بلادهم والآن يعملون في كندا كسائقي سيارات أجرة. فيجب علينا في المقاطعة أن نؤكد أن الذين لهم مهارات معينة وتعليم معين يجب يوظفوهم في أعمالهم التي يعملوها والفرص التي تتاح لهم داخل المقاطعة. وأكرر مرة ثانية أن الكنديين الجدد هم الذين يصنعون معنا مقاطعة قوية وبلد قوية ومجتمعات أقوى. السيد مونتي ماكنوتن وزير القوى العاملة بأونتاريو، أشكرك جدا على وقتك وجهدك الذي بذلته في هذه المقابلة. شكرا لاستضافتي اليوم يا رامي، وأشكر مشاهدينك وأرجو أن يكون الكل في أمان وسلام. شكرا. أعزائي المشاهدين، نتمنى أن أولى حلقاتنا أكسجين وزرامي حازت إعجابكم، ونتمنى لكم الخير والسلام والهدوء وأكسجين في الخير وسلام سلام سلام.